وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ملعينين واللي يترأس حفل تكريم لصاحب المرتبة الثانية في شعبة الآداب العصرية يبارك فيه الخير الله بلال. يأتي التكريم بعد أوامر من الرئيس محمد وللشيخ الغزواني نفسه بإقامة حفل التكريم وتوفير منحة دراسية على نفقة الدولة لصالح التلميذ بارك فيه إلى وجهة يختارها. بعد أيام من استقبال بارك فيه من طرف وزيرة الشؤون الاجتماعية وتعهدها بمساعدة والدته وتلقيه هو مساعدات مالية من بعض رجال الأعمال، السر في هذا الاحتفاء بصاحب الرتبة الثانية في هذه الشعبة هو أن المحتفى به حصد هذه المرتبة في الوقت الذي كان يعمل حمالا يسعى من خلال عربته وحماره إلى إعالة أسرته في تشكجا. وعرفت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تراجعا في الاهتمام بشعبة الآداب العصرية ترجمته نسبة النجاح الضعيفة والتي لم تتجاوز هذه السنة نسبة 2% من مجموع المشاركين الذي قارب 11,000 مترشح. يرجع كثيرون هذا الانخفاض في نسبة النجاح إلى ارتفاع ضوارب اللغات الأجنبية خاصة اللغة الفرنسية التي تتصدر الضوارب بالتساوي مع اللغة العربية ومادة الفلسفة، هذا فضلا عن غياب مسابقة لأصحاب الشعب الأدبية على غرار رالي العلوم بالنسبة للشعب العلمية واستبعاد الآداب من التخصصات المتاحة في ثانويات الامتياز والثانوية العسكرية، ناهيك عن توقف المنح الخارجية لطلاب الآداب منذ سنوات. نقص اهتمام بالشعبة الأدبية دفع عددا من النشطاء إلى التساؤل عن سبب عدم منح صاحب الرتبة الأولى في هذه الشعبة وتكريمه على جهده في هذا الظرف غير السهل بالنسبة لأغلبية تلاميذ الشعبة والذين أخفقت نسبة 98% منهم في تجاوز الدورة الأولى من البكالوريا.